أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. انطلقت فعالية المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية المنظم بالمعرض الدولي بالدار البيضاء تحت شعار المقاولة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، طموح إفريقي، تقوية مقاولتنا، خدمة لقارتنا. وقد عرف اليوم الأول من هذه التظاهرة ترأس السيد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لفعالية انطلاق المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية. كما عرف حضور عدد من الشخصيات والمهنيين المغاربة وكذا الأفارقة، ويشكل تنظيم مثل هذه التظاهرة فرصة لتبادل الخبرات وكذا عقد الشراكات وتبادل التجارب فيما يخص مجال البناء والأشغال العمومية. وقد خصصت القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برمجة خاصة بهذا المعرض، سوف تتابعونها على قناتنا، فابقوا أوفياء لنا. إلى اللقاء.